مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في نزال قوي تمكن المقاتل المغربي وليد السنوسي ليله امس من الفوز على خصمه الايراني علي حسين بالضربه القاضيه، وذلك منذ الجوله الثانيه من النزال ضمن بطوله واريور فايت للكيك بوكسين التي اقيمت بالولايات المتحده الامريكيه. وقبل مشاهدة هذا النزال الشيق، فإذا كنت من عشاق رياضة الكيك بوكسين أو مهتم بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدين كرام الاشتراك في القناة تشجيع لنا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن يصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. Thank you.
go knock out on the Seat Time Gym.